ها هي اللحظة المرتقبة. 2 3 هوني على الكرسي. وبيجي بياخد الأكل. أنا صباح الخير. وسعلي كان عندي سعلي كان عندي سعلي خفيفة، فقررت امبارح سوي تيست، هو طلع بوزيتيف. سو ما بعرف، جسمي كتير كتير تعبان وسعلي صارت قوية ووجع راس. راح ارجع اليوم، هلا راح ارجع اسوي كوفيد تيست وشوف اذا بوزيتيف بعدني ولا نيجاتيف. هلا راح اسوي التيست، هذا التيست هون جاهز وحسويه وحنشوف نيجاتيف ولا بوزيتيف. هاي العلبة الأولى. شعور مش رائع. اوكي، نفتح الكبسولة. انا امبارح صبح، اليوم شو اليوم؟ يوم الاحد. امبارح صبح السبت سويت التيست وكنت بوزيتيف. عم بعمل هلا انا التيست مرة تانية عشان انا الشغل اللي بشتغله بيطلب مني كل يوم احد اسوي تيست وابعت النتيجة للشغل. اوكي هلا خلصت. ها هي اللحظة المرتقبة. اوكي هلا اشوف. واحد 2 3 هلا راح نشوف اذا بوزيتيف بعدني ولا صرت نيجاتيف. بقوله 15 دقيقة، لازم ننطر 15 دقيقة. بس امبارح اول ما سويت التست يعني خلال دقيقة كان مبين الريزلت، النتيجة باينة الدغري امبارح. لا على اللتر تي باين في خط، لازم يكون على التي وعلى السي.
لحتى نعرف إذا بوزيتيف ولا نيجاتيف. 15 دقيقة بس. هلأ مثل ما بين شكله بوزيتيف. بعدني ايه، بعدني بوزيتيف. هذا ايه، بعدني بوزيتيف. بعرف بعدني بوزيتيف من دون ما اسوي التست، بعرف بوزيتيف عشان جسمي كله جسمي عم يوجعني، يعني عظامي، حتى عظامي عم يوجعوني. شوف بوزيتيف، ايه النتيجة بعدني بوزيتيف. ايه بوزيتيف. يلا يوم طويل، مش عارف شو بدنا نسوي اليوم. نحضر فيديوهات، ناكل، والله ما بعرف شو راح نسوي اليوم. يوم راح يكون كتير طويل. انا المشكلة انه بنتي كانت هي بوزيتيف اول شيء. رحنا على اخذتها على المستشفى، كنت بدي اخذها يعني اسوي تشيك اب عادي. اخذتها على المستشفى، سوينا تشيك اب عادي، بس بنفس الليلة اللي رجعنا فيها من المستشفى هون بسنغافورة، بنتي كان عندها حرارة تقريبا، حرارتها طلعت فوق الـ40، كانت تقريبا 40 درجة، تقريبا 40 point something. قررنا نسوي كوفيد تيست لبنتي. عملنا الكوفيد تيست، طلعت بوزيتيف على السريع. نحنا حطيناها بأوضتها، سكرنا الباب، خليناها تقعد بس بأوضتها، ما تطلع مع ولا مكان. ولبسنا كلياتنا ماسكس بالبيت، زوجتي وانا لبسنا ماسك لحتى انه نحاول ما ن... يعني ما يوصلنا الكوفيد. بس يعني شوف، سبحان الله، رابع يوم وبنتي بعدها بوزيتيف. بعد رابع يوم، عم نحكي يوم السبت، حسيت، ما بعرف، يعني أول مرة بحس بهيك شعور بجسمي. الوجع الحلقوم عادي، بس الوجع اللي بجسمي كأنه يعني عظامي، كأنه حد عم يخبط عظامي هيك. وصعب المشي، يعني بدي امشي، صعب تمشي، وما بعرف. يعني هو بلش، يعني شوف كيف الواحد بيعرف اذا عنده كوفيد. اول شي ببلش عندك وجع الحلم، بعدين بتحس حالك هيك نعسان على طول، وبس يضرب جسمك يعني بتحس انه ما مش عم تقدر تمشي، وعظامك هيك تحس عظامك المسلز والبونز عم يوجعوك. ساعتها اعرف انه في احتمال كبير يكون عندك كوفيد. رحت دغري سويت التست امبارح، يعني خلال دقيقة. يعني شوف، قبل امبارح يوم الجمعة بالليل، سويت تست. يوم الجمعة بالليل سويت تست وكان نيجاتيف. تاني يوم الصبح، يوم السبت الصبح، سويت تيست، يعني خلال دقيقة واحدة بس، مثل ما شفته قبل شوي، خلال دقيقة واحدة بس النتيجة طلعت انه انا بوزيتيف. ومثل ما قلت لكم، هلا يعني الصراحة هون يوم الأحد وما بعرف شو بدي أسوي. القرر سوي فيديو عن حياة شخص عنده كوفيد، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو، وإن شاء الله نصح، عشان صوتي أنا رايح، جسمي كتير تعبان، وأول مرة صراحة يعني من سنة 2019 لهلأ حاولت قد ما بقدر إنه أتجنب الكوفيد.
هلا السؤال اللي رح تسأله، هل بلال vaccinated؟ نعم أنا vaccinated، أخذ الفيرست دوز والسكند دوز ومش عارفني الثيرد دوز، إيه ثيرد دوز، سو إيه vaccinated. وعلى الرغم من إنه vaccinated انصبت بالكورونا. هلا بنتي كان يعني بنتي عمرها 9 سنين، يعني السيتويشن تاع بنتي كان اكتر، يعني اول يوم كان استفراغ استفراغ كتير كتير كتير، حرارتها وصلت ل40. انا هلا ما عندي حرارة الحمد لله، يعني شوف الفرق اللي عنده اللي اخذ التطعيم اخذ التطعيم، يعني اصابته بتكون اقل من هذا الشخص اللي مش متطعم. هلا صح بنت عمرها 9 سنين ومناعتها بتكون اقوى، بس كتير كتير تعبت ما اخذ التطعيم. هلا كنت بدي طعمها الاسبوع اللي ماضي، بس سبحان الله يعني قبل ما طعمها انصابت بالكورونا، واستفراغ استفراغ استفراغ على طول، حرارتها 40 تنزل ل 38 ترجع تطلع لل40، تنزل ل 38 ترجع تطلع الحرارة لل40. بس اليوم الحمد لله خفت كتير اليوم، والحمد لله أحسن صارت. وهلا أنا هون قاعد بهي الأوضة، هي الأوضة اللي قاعد فيها أنا، عازل عازل حالي عن زوجتي أو عن أي حدا بيجي لعنا، ممنوع أطلع برات هي الأوضة. شوف الجو، الجو اليوم كتير رائع، شوف الجو بسنغافورة، شوف هونيك هونيك عم يبنوا محطة قطار راح تخلص بسنة 2030، والجو كتير حلو اليوم. هاي البرندة ممنوع اطلع على البرندة، ما في، ممنوع افتح الباب اطلع على البرندة. السؤال راح تقوله، كيف بقدر اكل، كيف باكل، كيف شفت السجين السجين كيف بيجيبوا له الاكل على على السجن. هلا فرجيكم كيف، بس بدي اكل. الحمد لله يعطيها العافية زوجتي، بتجيب لي الاكل وبتحطهم هون على الكرسي. وبيجي بياخد الاكل انا وفوت لنا جوا. ايه ما بعرف شو بدنا نسوي اليوم، ما بعرف شو بدنا نعمل. ما تنسوا تدعمونا وتسووا لايك وشير وكومنت، وان شاء الله يا رب يبعد عنكم الامراض وخصوصا الكورونا، كتير والله بتعب. ما بعرف شو بدنا نسوي، بدنا نعمل شو بدنا نسوي. نحط الكاميرا، نحط الكاميرا هون. أنا عم بدرس لحتى أصير مدرس رياضة أو physical education teacher.
الحمد لله. بدأت تقريبا بشهر 9 2021 دراسة لحتى أخذ رخصة التدريس، بسموها الـ PGCE، تخصص PGCE بالـ Physical Education. وهينا قربت خلص، نحن بشهر 6 وإن شاء الله بتخرج ب 27/6 بقدر بكون خلصت دراستي. بس لحتى تقدر تتخرج لازم تسوي مثل lessons، تدرس طلاب، ولما انت تدرس في شخص منتور لإلك هو بيكون عم ياخد مثل ملاحظات عن طريقة التدريس لحتى يقدر يبعثها على الجامعة ببريطانيا. أنا عم بدرس بجامعة باكنهام ببريطانيا، وقربت خلص إن شاء الله. ما بعرف إذا سمعيني منيح. قربت خلص دراستي، بدأت دراستي، سويت بزنس مانجمنت، إدارة أعمال، بسنة 2017 بدأت الدراسة وتخرجت بسنة 2021 تقريبا. أخذت معي 4 سنوات تقريبا دغري. بعد ما تخرجت بإدارة أعمال قررت أخذ رخصة تدريس، انتقلت من إدارة أعمال لا تدريس رياضة بـ International Schools هون بسنغافورة. هلا السؤال راح يسألونه لبلال، ليش إنه قررت تنتقل من إدارة الأعمال لتدريس رياضة؟ من وقت يعني كان عمري 14 سنة وأنا بحب الرياضة، فقررت إنه اتخذ القرار وجرب تدريس رياضة بالمدرسة، وقررت ولقيت شغل الحمد لله هون بمدرسة هون بسنغافورة، و يعني كتريني physical education teacher، مش مدرس. أنا بعد ما صرت مدرس أنا هلأ كمدرب يعني تريني. إن شاء الله بخلص بشهر 6 وبس أخذ الرخصة، ساعتها بقدر إنه أقدم على شغل ك fully qualified PE teacher. وان شاء الله ان شاء الله خير. بس المشكله هلا انا يوم الاربعاء، هذا يوم الاربعاء، احنا يوم الاحد هون، يوم الاربعاء انا عندي مثل observation، المنتور اللي راح يجي وياخذ ملاحظات عن طريقه تدريسي وهل بلال استفاد من الشغل هون بهالمدرسة، هل تحسن، وهالملاحظات بيبعتون على الجامعة. بس المشكلة انه انا هلأ بوزيتيف، وبقولوا هون بسنغافورة انه isolation 72 ساعة، وبعد الايسوليشن بتسوي تيست، واذا نيجاتيف بتقدر تطلع تكمل حياتك عادي. بس المشكلة هون اذا بعدني بوزيتيف واليوم الاربعاء يعني راح نأجل اللسن، وما بعرف امتى يمكن اتأخر بالتخرج. بس ان شاء الله اكون نيجاتيف يوم الاحد لحتى اقدر اسوي اللسن اوبزرفيشن وخلص دراستي واتخرج ان شاء الله. يعني سنة كاملة انا عم حضر، والله تعبت كتير لتحضير لرخصة التدريس. وهون بسنغافورة يعني كشغل، للصراحة كشغل هون بسنغافورة صعبة، عم نحكي كعربي يعني مش عم نحكي كأجنبي بريطاني أمريكي، كعربي هون تشتغل بمدرسة انترناشنال كمدرس صعبة صعبة من الآخر. بدهم شخص يكون من بريطانيا أو من بلد معين، وهي الشغلة بتصير يعني بكل البلدان، خصوصا عنا بالبلاد العربية بتلاقي في مدارس معينة بيطلبوش إلا مدرسين من بلاد معينة، خصوصا عم نحكي بلاد أوروبا أو أمريكا. فأنا هلأ كشغل بعد ما أتخرج
راح أحاول برم على شغل تدريس بمدرسة تانية ونشوف شو بدي يصير. أنا جهزت السي في اللي إلي وقدمت على كم شغل وعملت انترفيو، عملت انترفيو تقريبا من شي أسبوعين، عملت انترفيو بمدرسة ونشوف، ناطرين هلأ جواب. بس المشكلة أكثر من مرة، يعني أنا على اللينكدين، سامعين بموقع اللينكدين، موقع لينكد ان يعني بتقدروا تحطوا تعرضوا مثلا الاتشيفمنت الانجازات او السي في اللي يعني بتتكلموا عن انجازاتكم، وبتقدروا يعني تتواصلوا مع مدارس مع امبلويرز من بعض الشركات وين ما كنتوا. اذا قاعدين بسنغافوره بقدر اتواصل انا مع ناس بيشتغلوا هون بمدارس، فشافوا في كم مدرسة شافوا البروفايل اللي إلي وتواصلوا معي. بس المشكلة كل ما عم سوي انترفيو عم بيسألوني عندك رخصة تدريس، نحن كتير معجبين بالسي في اللي إلي، كتير معجبين بالانجازات اللي سويتها، كتير معجزين معجبين بواحد اتنين تلاتة، بس المشكلة انه ما عندك انت رخصة تدريس بعد. بعمل لهم بعد ما عندي رخصة تدريس صح، بس أنا بخلص بشهر 6 وإن شاء الله بشهر 6 يعني الرخصة بتوصلني. بس هون بسنغافورة لازم يكون يعني كل شيء، يعني كيف بقول لك، they must tick every box، يعني واحد اثنين ثلاثة أوكي موجود بيمشي، واحد اثنين ثلاثة مش موجود ما بيمشي. يعني صح إنه انا راح اتخرج بشهر 6 بس ما عندي رخصة بعد، فقالوا لي راح نخلي سي في عنا وبس اتخرج نرجع نتواصل معك او انت تواصل معنا ونشوف شو بيصير. وجع وجع من هون هون، كله وجع كثير، يعني صعبة انتو عم تمشي، صعبة تمشي. تعرف ارجيكم، خلنا نشوف اخر فيديو سويته. هذا الفيديو سويته امبارح انا مريض. بيتجاوز 700 كيلومتر. نعم عم نتكلم عن سنغافورة، ثاني أغنى بلد بالعالم. سنغافورة الحجم ما بيتجاوز 700 كيلومتر مربع، أصغر من مدينة القاهرة بأربع مرات. هذا البلد بلد المعجزات، ما في دولة نفس سنغافورة قدرت تنتقل من العالم الثالث للعالم الأول بهالنجاح وبهالسرعة. وبهذا الفيديو رح نتكلم عن حقائق عن سنغافورة أول مرة رح تعرفونها. هي الدولة السابعة الأكثر أمانا في العالم، وموطن لأول حديقة حيوانات ليلية في العالم. نعم حديقة حيوانات. الفيديو موجود على صفحة بلال فلوجز، فوتوا على صفحة بلال فلوجز وشوفوا الفيديو، كتير كتير رائع، بيتكلم عن ثاني أغنى دولة بالعالم هي سنغافورة. ثاني أغنى دولة بالعالم وشو بعض الحقائق عن هالدولة. أنا يعني كشخص ساكن هون بسنغافورة كتير كتير تفاجأت، انصدمت صراحة ببعض هالحقائق والإنجازات اللي قدرت عليها هذه الدولة. دولة ما بتتعدى 700 كيلومتر مربع، يعني كتير كتير صغيرة هالبلد، بس الإنجازات اللي قدرت تسويهم يعني بتتعدى إنجازات بعض الدول
نحكي العظمى، نعم العظمى أو الدول الأكبر مساحة. ما بعرف أنا نسوي، والله زهقان زهقان كتير هون، ما بعرف شو بدي أعمل. أنا عادة مسوي رياضة، بحب أعمل رياضة، بس ما في جسم كتير، جسم كتير تعبان. شو بدنا نسوي؟ خلني ألكون قصة، خلني ألكون قصة. هي القصة حقيقية، قصة بتتكلم عن فلاح صيني، فلاح صيني. نعم هذا الفلاح الصيني، الفلاح الصيني الحصان عنده مزرعة، وحصان من الحصن اللي عنده بالمزرعة هرب. فالناس اللي بالقرية اجوا لعند الشخص هذا اللي عنده مزرعة، قالوا له للأسف للأسف حصانك، حصانك هرب. انه صار يعني مش عارف يقولوا لي، يتزانخوا عليه، يقولوا كلام مش منيح، انه حصانك هرب حصانك هرب. قال لهم يمكن، يمكن هالكل، قال لهم maybe يمكن. فسبحان الله تاني يوم الصبح بيرجع الحصان ومعه خمس أحصنة برية. بيجوا أهل القرية مرة تانية، واو 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 شغل هذا كتير كتير شغل منيح. قال لهم الفلاح يمكن maybe. فتاني بعد كم يوم ابن الفلاح قرر انه يركب واحد من هالأحصنة البرية. فركب واحد من هالأحصنة البرية، وقع ابن الفلاح على الأرض وكسر إجره. إجوا الناس بالقرية وقالوا للفلاح حرام حرام حرام، ابنك طلع على الحصان يركب الحصان البري وقع وكسر كسر رجله، خبر سيء. فرد الفلاح مرة تانية وقال لهم يمكن، خبر سيء يمكن. بعد كم يوم بيجي الجيش على القرية، الجيش بيجي على القرية لحتى ياخد كل الرجال والولاد على الحرب، بس ما أخدوا، ما أخدوا ابنه للفلاح. ليش ما أخد ابنه للفلاح؟ عشان إجره كانت مكسورة. من الآخر مثل ما بيقولوا لا تكرهون شيئا لعله كان خيرا لكم. فهي القصة بتجسد المقولة لا تكرهون شيئا لعله كان خيرا لكم. يعني أنا قبل شهر تقريبا الشركة أو المدرسة اللي بشتغل فيها هون قدمت على شغل كمدرس ورفضوني لأسباب معينة، بس يعني في سبب معين ما فينا ما في أحكي، بس يمكن إنه أنا مش من بلد معين. على أي حال سبحان الله بعد أسبوع ما رفضت من الشغل، مش رفضت من الشغل إنه ما عطوني البوزيشن أو الشغل اللي بدي إياه، بعدني بشتغل بالمدرسة بس إنه ما عطوني الشغل كمدرس رياضة. بعد أسبوع في شخص بيشتغل هون بالمدرسة باعت إيميل طويل كتير، إيميل طويل كتير بيتحدث عن بلال،
وإنجازاته وطريقة تدريسه وميزة تعامله مع الطلاب، وبيبعت الإيميل لمين؟ لصاحبة أو مديرة المدرسة، وبيعمل بتعمل سي سي لناس كتير بالإيميل. فسبحان الله إنه صح إنه ما عطوني الشغل، بس في ناس بتقدر شغل بعض الناس. وبعد ما خلصت بنفس الأسبوع اتأهلت لنهائيات بطولة شو بيقولوا لها ال World Football Legend هون بسنغافورة، يعني مو كومبيتيشن للكرة، بيعملوا حركات كرة، وأخدت المركز الأول. الحمد لله أخدت المركز الأول، أنا أول شخص بفوز بهال الكومبيتيشن، مش بس أول شخص، أول عربي بفوز بها المسابقة. الحمد لله فزت بتذكرتين على بريطانيا، وفزت ب تذكرتين لأحضر البريمير ليج، ومع أوتيل ومع مواصلات لشخصين. وغير هيك من شي أسبوع تقريبا اتواصلت معي مدرسة هون بسنغافورة وعملت انترفيو، وإن شاء الله ناطر هلا نتيجة ونشوف شو بدي يصير. إذا أعطوني الشغل الحمد لله، ما أعطوني الشغل كمان بنرجع بنقول لا تكرهونا شيئا لعله كان خير لكم. هلا الساعة هون بسنغافورة هلا الساعة واحدة الظهر، واحدة الظهر هون بسنغافورة، وقت غدا. وبعد ما أكلت شي نشرب مي، إذا عجبتكم القصة بتاعت الفلاح الصيني في قصة تانية. هي القصة بتحكي عن أب هدا بنته سيارة قديمة، وكلم بنته هذا الأب قال إذا بتحتاج المصاري للجامعة بتاخدي هاي السيارة وبتبيعيها. قال بنته بس السيارة كتير قديمة، كيف بدي يعني مش رح تقدر تطلع فلوس كافية لحتى ادفع للجامعة. ابوها قال بلى بتقدر ان شاء الله. فقررت هالبنت انه تروح وتبيع السيارة، فراحت عند محل صغير مطرح بالمنطقة اللي ساكنة فيها. فقال السيارة يعني بقدر أعطيكي $100 للسيارة. فالبنت تفاجأت، $100 يعني أنا تكلفة الجامعة $30,000، $100 معقولة؟ وأبوي قال لي إنه هالسيارة بقدر بيعها وبقدر أجيب فلوس كفيني للجامعة. فقررت تاخد السيارة وتروح على محل تاني بمنطقة تانية شوي أكبر. فراحت على المحل والمحل قال له انه لا، هي سيارة كتير قديمة ما بنشتريها. فزعلت هالبنت وراحت عن ابوها وقالت لابوها كيف قلت لي انه هالسيارة بقدر بيعها وجيب فلوس تكفيني للجامعة ويمكن اكتر. فابوها قال لازم تروحي على مكان يعني بيقدروا يقيموا الشغلة بسعرها الحقيقي، and you must find a place that give you the real value what you worth. فراحت عن معرض للسيارات، قررت تاخذ السيارة على معرض سيارات بالمدينة. أخذت السيارة على هذا المعرض وقالت بدي بيعها.
فعرضوا عليها شوف 100,000 دولار. يعني المحل اللي عرض عليها 100 دولار والمحل التاني اللي ما اشتريها هالمعرض عرف قيمة السيارة وعرض عليها 100 دولار، فقالت ليش عرضت علي 100,000 دولار؟ انه في ناس عرضوا علي 100 دولار، انتوا عرضتوا 100,000 دولار للسيارة. قال هالسيارة نادرة عشان هيك. كمان ملخص القصة انه نحن كأشخاص يعني في اوقات بنكون بمكان ما عاطينا القيمة اللي نحن بنستحقها، فلازم تضلكم تسعوا وتبرمون لحتى تلاقوا المكان المناسب اللي بيعطيكم قيمتكم الحقيقية. اخ فضلكم اسعوا وما بتعرفوا شو بصير. ان شاء الله يكون عجبكم هالقصة، واذا عجبكم بالقصة هذه اعملوا كومنت ونحاول نجيب لكم قصص تانية. بلال بسنغافورة، عربي بسنغافورة. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، هذا اول مرة بسوي فيديو عن حياتي، اول مرة بسوي فيديو بيتعدى 12 دقيقة. وما تنسوا تسووا كومنت لايك وشير ونشوف شو بصير. راح ارجع نزل فيديو تاني بعد ما اخذ الدواء وشوف شو بصير. مع السلامة، تاتي هاو، بلاو بسنغافورة.